اخاف ان يكون الشيخ مشغولا او اقام الليل فتعب فنام لقد اعطانا موعدا واظنه لا يخلفه فان المؤمن اذا وعد اوفى يا سعد هل جئنا في الوقت المناسب يا شيخنا كل ميعاد يذكر فيه الله وتقص فيه القصص مناسب يا ولدي تفضلوا قلت انك ستروي لنا قصه ابي الانبياء سيدنا ابراهيم عليه السلام اشتقنا والله لسماع هذه القصه المثيره ابراهيم خليل الله والخله هي منتهى الحب يا ابنائي وقبل ان اتعرف لنبي الله ابراهيم لابد اولا ان نعلم سويا ما هي البيئه المكانيه والزمانيه التي ولد فيها ابو الانبياء ابراهيم هو ابن تارح ابن ناحور ابن ساروغ ابن راغو ابن فالغ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح عليه السلام ولما كان عمر تارح خمسا وسبعين سنة ولد له إبراهيم عليه السلام في مدينة بابل بأرض العراق وكانت مدينه بابل مليئه بالاصنام حيث كانت الالهه هي كل ما يهم قوم ابراهيم حيث يتعبدون لها ويذبحون لها يا الهي يا الهي ذبحت لك وقدمت نذورا لك وصلاتي ونسكي لك فاشفِ ابني يا إلهي. يا إلهي، يا مغيث، يا إلهي، زوجي مسافر في البحر، أعده لي سليما سالما، فإن أباه وأخاه قد ماتا وهما يصارعان الحيتان المتوحشة. تجارتي بارت وهانت وهنت على الناس ايتها الالهه اغيثوني اغيثوني اعيدوا لي عزتي وجاهي اغيثوني ايتها الالهه يا آزر هل بعت كل الأصنام التي صنعتها؟ لا تحدثيني وأنا أتعبد للآلهة لقد أرسلت بالأصنام لبيعها في السوق وهي التي ستجلب الرزق فتماثيل آزر لا تبور وتجارتي رابحة دائما يا آزر يا آزر ماذا تريد؟ الملك يريدك ماذا <تصفيق> <تصفيق> ارحمني ارحمني قولي ارحمني يا نمرود يا رب هذه القريه ارحمني <applause> هذه القريه اتركني اتركني <applause> النمرود لا يرحم النمرود يعذب فقط <applause> ومن كان يا شيخنا يحكم البلاد في ذلك الزمان؟ كان يحكمها ملك ظالم هو نمرود ابن كنعان ابن كوش ابن حام ابن نوح وهو أول جبار في هذه الأرض وأحد ملوك الدنيا الأربعة الذين ذكروا في القرآن وهو من الملوك الكافرين هو أول من وضع التاج على رأسه وقد تجبر في الأرض وادعى الربوبية وقد استمر نمرود في ملكه أربعمائة سنة آذر سمعا وطاعة يا مولاي الملك النمرود قالوا إنك رأيت لي ما لا يسرني فماذا رأيت؟ إني أرى في حسابات النجوم أن هذا الزمان سيظهر فيه رجل ينسخ هذا الدين ويدعو إلى دين آخر ولم يكن يعلم آزر أن هذا الرجل هو ولده إبراهيم وما ادراك يا ازر وكيف نضمن ان ما تقوله هو الحقيقه وليس من باب الادهاش والابهار والاستحواذ على اهتمام الملك اصمت الان يا وزير ازر في اي بلاد يكون هذا في هذه البلاد يا مولاي هل خرج إلى الدنيا؟ لا ينبغي أن يفرق بين الرجال والنساء ينبغي ألا تلد أي امرأة بعد الآن فملكي لن يضيع حتى لو ضاعت الدنيا وسلطاني لن يزول حتى لو زالت الشمس والقمر، فرقوا بين الرجال والنساء، ذبحوا أبنائهم زوجتي. <applause> ماذا تفعل تعال يا تعال يا 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 مجرمون أمسك <تحجي بهذا ربما تكون انت من يهدد ملكنا اقتلوا <تسجد> الصبيان واتركوا البنات فإن عدونا رجل وليس <تطل> امرأة <غلا> <applause> <applause> <تزق> 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 <applause> تفرقون بين المرء وزوجه؟ أجل، أجل. نفرق بين المرء وزوجه. نفعل أي شيء حتى لا يزول ملك الملك النمرود. هيا بنا، هيا بنا. اهربي سريعاً. أين تذهبون أنتم في بلاد النمرود التي هي الكون أصلاً؟ <applause> <applause> ايتها الالهه احفظي لنا الملك النمرود الذي نعيش تحت سمائه وفوق ارضه ايتها الالهه لا تردينا خائبين ايتها الالهه اقتلي اي طفل يولد في هذه البلاد هون عليك يا ازر فمن هذه التي تستطيع ان تلد ذكرا يذبحه الملك هون عليك ولم تكن تعلم انها ستكون اما لهذا الغلام الذي سيقف امام الملك وهل كان النمرود خائفا من ميلاد ابراهيم عليه السلام لم يكن يعلم يا حسان بميلاد ابراهيم كان قلقا لانه بشر حاول ان يعيش كاله حاول ان يكذب على كل الناس ولكنه لن يكذب على نفسه لن يزول ملكي لن يزول ملكي ساظل ملك الدنيا سلطان الوجود ولن يستطيع احد ان ياخذ مني عرشي مهما كان الثمن حتى لو قتلت الشعب كله اجل حتى لو قتلت الشعب كله لي سؤال ايها الشيخ الجليل صاحب العلم الغزير سل وقل لي يا فتى جدكم منذ متى وهو يبخل بالاجابه جدكم في العلم والاخبار شاب الم تمل يا شيخنا لا وربي لم امل انني اروي لعل في الروايه الف عبره سالي يا حسان كيف ولد ابراهيم في عهد الملك اللئيم وكيف حملت فيه امه وكيف استطاعت ان تخفي وليدها عن عيون الملك الظالم يا بني الله اعلم كيف كانت خباته وارضعته كيف اخفت حملها والحقيقه انها معجزات أريد أن أسأل عن والد إبراهيم، هل اسمه آزر أم اسمه طارح؟ سؤالك يا سعد قد تردد كثيرا بين العلماء والمفسرين وطلبة العلم أنفسهم، وهناك آراء راجحة وآراء مرجوحة في اسم والد إبراهيم عليه السلام فما هو الرأي الراجح؟ الراجح ان ازر هو اسم والد نبي الله ابراهيم وليس اسم صنم كما زعمه النسابون ويقول الامام الطبري غير محال ان يكون له اسمان كما لكثير من الناس في تلك الازمنه وكان ذلك فيما مضى وجائز أن يكون لقب هذا صنم جميل خذ يا رجل هذه الأصنام صنعها لكم آزر فهلوا هلوا للبركة هيا للفلاح إنها آلهة تحقق لكم المعجزات آلهة تجري السحاب وتمسك الرياح وترزق من تشاء اريد الها يرزقني بولد فلقد كثرت بناتي وليس لي سند في هذه الحياه الدنيا خذ هذا الاله آه هل تثق به؟ خذه ولا تخف، سيجعل لك من أمرك ما تشاء، سواء في الذرية والرزق أو النساء. آه لقد بات لي صنما من قبل ولم لا تكمل، لا تكمل، الخير من الإله والشر من أنفسنا أيها الجاهل. ماذا يقول لك يا ابن آزر؟ لا شيء، لا شيء. شكرا للآلهة أن حفظت ملكنا النمرود اذهب واسجد لما تشتريه لعل بركاته تتنزل عليك قل لي ما حال ملكنا النمرود؟ آه ليس كما كان وكيف كان أنت كنت بالقصر احكي لي ماذا كان يجري قبل أن ينزعج الملك من خبر الغلام الذي سيهدد عرشه كنا نحيا في نعيم، بل كنا نعيش في الجنة في قصر الملك النمرود من تود ان تبيت في حجره الملك الليله الملك النمرود لا يختار الا اكثر النساء حسنا واجملهن قواما واطيبهن رائحه تعالي انت اخترتك ايتها الجميله خذوها فزينوها عطروها بعطر جميل فانها ستبيت في حجره ملك ملوك الارض النمرود اما انتن فانزلن لتشاهدن الرقص والغناء تحت اقدام الملك النمرود آه، أفنيتُ عمري وشبابي في خدمتِكَ أيُّها الملكُ النمرود، علكَ تطلبُني يوماً لأبيتَ معك ما أجمل الكأس في يديك يا أيها الملك. لقد أسكرت يداك الخمر يا مولاي. جميل ما تقول ولكن ولكن الأجمل هذه الفتاة. لا لا, لا 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 بل بل هذه نعم نعم لا 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 بل كلهن نعم كلهن جميلات آه. <تصفيق> <تصفيق> لدينا مجموعة من المجرمين والمفسدين في الأرض يا مولاي <applause> وماذا تريد يا وزير؟ <applause> سنقوم بإعدامهم ونريدك أن تستمتع برؤيتهم وهم يعدمون جميل وأين هؤلاء الخارجون المطرودون من رحمتي أنا أنا الملك النور. أحضرهم أحضرهم يا وزير أحضرهم أمرك يا هيا <applause> أي ايها المجرمون هيا هات المتبقي من المساجين ودعني حاضر يا ترى من نصيب من انت يا الهي من سيشتريك من سيسجد لك ومن سيسبح باسمك يا ازر لم لم تذهب الى القصر قصر من قصر النمرود لتسهر وتشرب وتمرح مثل بقيه القوم لقد نظرت نفسي للالهه فالالهه هي سبب سعادتي وسعاده الناس الالهه هي من تحرك الاشياء تحرك الكون تحيي وتميت ترزق تغني تشفي انني اقوم بعمل عظيم يا زوجتي الحبيبه <سؤال> <مم> كفى الرحمة <مم> كفى هذا <الصوت> <م> <م> لا يعلو صوتكم فأمامكم دقائق قليلة وتواجهون الموت ماذا فعلنا لكي نموت؟ خالفتم أمر الملك النمرود ملك ملوك الأرض هيا لم انس سؤالك يا حسان عن ام ابراهيم وكيف حملت به وكيف ولدته ولكني اريد ان اصف لكم كيف كان الرعب مسيطرا على النمرود فهذا وعد الله ات لا محاله من لن اموت لن اموت ولن يزول ملكي لن لا لا اموت ولا موتي اقتلوا اي وليد في هذه البلاد لا اريد بطونا تحمل للفناء ابقروا كل البطون اذبحوا كل الذكور <applause> هون عليك يا مولاي فانت الحاكم الامر الناهي انت اله هذه البلاد انت رب العباد <applause> الكوابيس الكوابيس تطردني واليأس يتسلل إلي الرعب يكاد يقتلني ماذا الذي قذف بالرعب في قلبي ماذا الذي قذف به في قلبي يا حراس الملك لا تنم عيونكم ولا تركنوا الى الراحه والنوم انتم حماه الملك اقتلوا اي طفل ذكر لا تدعوا ظلا لوليد في هذه البقعه من الارض لا تدعوا احدا يهدد عرش الملك النمرود من هذه التي جنت وقررت ان تتحدى الملك وتنجب من يهدم عرشه لا سنقتلهم في بيوتهم ونحرقهم في فراشهم يا له من موقف صعب وعصيب على ابراهيم عليه السلام كيف سيولد وكيف سيعيش سبحان من دبر امره وستر امه واكمل حمله وفطامه ودافع عنه ان الله يدافع عن الذين امنوا يا شيخنا الفضول يستحوذ علينا كيف حدث ذلك ها؟ شعرت ام ابراهيم ان حدثا جديدا قد ياتي الى هذا العالم ولم تكن تعلم انه نبي الله لم تكن تعلم انها ستلد للبشريه ابراهيم عليه السلام ستلد ابا الانبياء عليهم السلام آه. 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 آه، أشعر, أشعر بألم شديد، يا خوف. خوفي ويا هلعي، لعله حمل, حمل جديد،, جديد. آه. لابد, لابد أنه الحمل، يجب, يجب أن أختبئ به عن أعين الناس جميعا، يعني يعني. يعني. حتى لا, لا يقتله يعني. المرور ماذا بك؟ أراك يعتصرك الألم، أهو. لا لا لا، ليس الأمر كذلك، بل هو الإجهاد الشديد يا آزر. وحملت أم إبراهيم، ولم تبين حملها للناس، فلما كبر بطنها، تحدثت مع آزر يا آزر اني قد اعتللت واريد ان اعتزل عنك كما تشائين وفي ذلك الزمان كانت المراه اذا اعتلت اعتزلت زوجها فخرجت أم إبراهيم واعتزلت في غار، آه. 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 يا له من ألمٍ فظيع، يكاد يقتلني، <تسكت> <تصفيق> <تصفيق> ولدي حبيبي آه بماذا أسميك بماذا أسميك يا ولدي سأسميك إبراهيم إذا انت ابراهيم ابراهيم وولد ابراهيم عليه السلام ولد ابو الانبياء وضعته امه وهياته ورجعت الى منزلها وسدت باب الغار بالحجاره فاجر الله لابراهيم عليه السلام لبنا من ابهامه وكانت تاتيه امه فتراه بخير لقد نجا من الذبح وكيف شب ابراهيم سريعا كان ابراهيم عليه السلام يشب في اليوم كما يشب غيره في الشهر حتى مكث في الغار ثلاث عشره سنه وزارته امه قال لها: يا أمي أخرجيني، يا بني لو علم الملك النمرود أنك ولدت في هذا الزمان لقاتلك فلما خرجت من الغار وقد غابت الشمس نظر الى الزهره في السماء فقال هذا ربي فلما غابت الزهره قال لو كان هذا ربي ما تحرك ولا برح ثم قال لا احب الافلين فلما نظر الى المشرق وقد طلع القمر قال هذا ربي هذا اكبر واحسن فلما تحرك وزال قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما اصبح وطلعت الشمس وراى ضوءها وقد اضاءت الدنيا بطلوعها قال هذا ربي هذا اكبر واحسن فلما تحركت وزالت هنا اراه الله ملكوت السماوات والارض أريد أن أسألك يا شيخنا الجليل. سل يا بني. عن قول إبراهيم عليه السلام: هذا ربي، قالها لغير الله، هل هذا شرك والعياذ بالله؟ من قالها اليوم أشرك، ولم يكن إبراهيم أشرك، إنما في طلب معرفه ربه حتى يعلم ويبحث في الكون عن الخالق البارئ المصور وماذا فعل ازر عندما راى ابراهيم ولده كان موقفا مثيرا وغريبا كيف, كيف سأدخل, سأدخل بإبراهيم, بإبراهيم على والدي, والدي الذي لم يقابله ولا يعرفه ولا يعرف عنه, عنه أي شيء, شيء. يا له من موقف عصيب من هذا الغلام؟ إنه 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 ابنك يا آزر ماذا تقولين؟ ابني ابني أنا كيف؟ أجننتي؟ حملت به وخبأته وولدته في الغار كنت أختلس الوقت كي أذهب إليه لأداريه عن أعين الملك النمرود. ولدي، وماذا سأقول للناس؟ وللملك الذي يقتل أولاد الناس؟ آه لو علم الملك لزالت منزلتنا عنده، وأنا الذي أصنع الأصنام له ولوزيره. لا عليك يا أزر، لن نجعله يعلم بأمري. قولي لي ما اسمه ما اسمه ولدي إبراهيم شكرا للآلهة أن أعطتني إبراهيم ولكني أخاف عليك يا ولدي لأن الملك لو علم لماذا أخاف ستحميك وتحرسك الآلهة ومن هنا ستبدا دعوه ابراهيم الى توحيد الالوهيه توحيد الله في الارض وهذا درس قوي لكم معشر الشباب في كيفيه مواجهه ملك ظالم وقوم بكاملهم بعدتهم وعتادهم ومعتقداتهم الفاسده ولكن ابراهيم عليه السلام كان صغيرا من يشترى اصنام ازر المباركه من يشتريها ليعبدها ويتسلح باسمها اما ابراهيم فلقد كان يعلق في اعناقها الخيوط ويجرها على الأرض ويقول: من يشتري ما لا يضره ولا ينفعه يا أبتي يا أبتي، انظر ماذا فعل إبراهيم؟ إنه يجر الآلهة على الأرض ويهزأ بها، أغثنا يا أبي! من؟ إبراهيم؟ يا شيخنا الجليل لي سؤال تفضل يا حسان كيف تجرا ابو الانبياء على جر الاصنام وربطها من اعناقها والسير بها في الطرقات يا بني انه لنبي مرسل لابد له من توصيل دعوته حتى لو كان الثمن روحها لقد كان وحيدا وكان يواجه قومه وحده بل كان معه رب العالمين يا سعد لقد وقف امام ابيه ازر وجادله جدالا واسعا يا مردوخ يا الهنا يا اله الالهه يا كبير الالهه اغفر لولدي ابراهيم وتجاوز عن سيئاته فانه لا يعلم كثيرا مما يقول فلا تعذب ولدي ولا تبطش به يا مردوخ يا سيد الالهه يا ازر الا ادلك على ما يجعل ابراهيم ينتهي عما يقوله ويفعله بحق الالهه قل زوجه يا ازر نعم زوج ابراهيم فالنساء لهن سحر وكيد عظيم زوجه امراه جميله تستحوذ على قلبه عندها ينتهي عن سب الالهه نعم الفكره هي يا إلهنا الكوكب يا من تصهر على الأحياء تراهم وهم نيام تحرسهم وتحرس ماشيتهم وأنهارهم وزروعهم وأبناءهم يا من تنزل الدفء علينا والمطر علينا لولاك ما اهتدينا. فجادلهم إبراهيم: إذا كان الكوكب يحرسهم بالليل فمن يحرسهم نهارا؟ لو كان إلها ما أفل ولا غاب ولا حجب وجهه ولا غاب نوره. الاله الاعظم مردوخ يامركم بالانصراف يا أم إبراهيم أبشري. بماذا يا آزر؟ سنزوج إبراهيم. إبراهيم ولدنا سيتزوج؟ ومن هي العروس سعيدة الحظ؟ سنزوجه بسارة لكي يبتعد بقلبه وعقله عن سب آلهتنا وآلهة آبائنا وأجدادنا. سارة ما أجملها. ان وجهها كالبدر وضاء مستنير طيبه الطباع هادئه هيا هيا يا ازر ابلغ اهلها سافعل اجل سافعل انها لفرحه كبيره ان يكون ابراهيم الطيب الخلوق زوجا لابنتنا ساره سنقيم لهما عرسا جميلا يا ام ساره ولكن دعيني اسال ساره إيه. وهل سترفض ابن عمها دعيني ازف اليها البشره لارى الفرحه في عيونها هيا سريعا لقد اشتقنا الى الفرح جميعا يا ساره يا قمر يا اميره الاميرات لقد تقدم ابراهيم للزواج بك ها فما رايك يا حبيبتي ولقد كانت ساره تذوب عشقا في ابراهيم وتتمنى لو عاشت عمرها كله جواره وافقت ولم تكن تعلم انها ستكون زوجه لابي الانبياء وان ذكرها في العالمين سيمتد ويستمر الى يوم الدين يا آزر إن الملك النمرود يريدك ويريد أن تأتيه ببعض التماثيل الملك النمرود يريدني أنا سمعا وطاعة يا ملك ملوك الأرض هيا احملوا التماثيل هذا وهذا وهذا احترسوا وأنتم تحملون آلهتكم كونوا رحماء بها فهي رحيمة بكم ما زلت أتعجب من حبك الشديد للتماثيل يا آزر حب الشديد؟ إنها كل حياتي هي روحي التي أحيا بها فأنا آزر أشد أهل الأرض حبا للتماثيل والآلهة وسأعيش وسأموت على حبها مهما حدث سيكون زواجا مباركا يباركه مردوخ الهنا العظيم لعله ينسى هذا الذي يفكر فيه ليل نهار انني استيقظ على صوته يبكي كثيرا ويتوب كثيرا ولا اعرف لماذا يبكي ولمن يستغفر لا 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 انتهى كل هذا لقد حضرته فتنه النساء يا ازر قل لي ما اخبارك مع الاوريغال المبجل كبير الكهنه هل تزوره يا ازر تلح علي نفسي بزياره قريبه له اشكو اليه همي وغمي وهكذا تزوج ابراهيم ساره واحبها حبا شديدا وبادلته حبا بحب وحنانا بحنان وكيف اكمل ابراهيم عليه السلام رحلته في الدعوه لتوحيد الله تعالى يا شيخنا بداها بصدام سجله التاريخ مع ابيه ازر فلم يكن ابراهيم يخشى في الله لومه لائم اخذ ابراهيم يحدث ساره حول هذه الاصنام وضعفها وانها لا تستطيع ان تدفع عن نفسها اذى اي حشره تقف عليها فكيف يعول عليها العباد الملك النمرود يثق كثيرا بازر ويثق في ولائه للالهه منذ زمن بعيد ازر هو من اكثر الناس حبا للالهه فهو الذي يصنعها ويروجها مع ابنائه كل اهل القريه يشترون التماثيل من ازر ويتعبدون ويصلون لها غريب امر هذا الرجل وغريب حبه وعشقه للالهه والتماثيل إنه يحبها أكثر من نفسه وأهله وماله. ماذا تريد يا إبراهيم؟ أتريد سخط الآلهة؟ أتريدها أن تنزل بنا الكوارث والعقاب؟ ماذا تريد يا ابراهيم ماذا تريد يا ولدي ابراهيم 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 يا الهتي الحبيبه تقبلي هذه القرابين مني، اصفعي عني، أيتها الآلهة، احميني بقوة سلطانك العظيم. يقول ابراهيم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ اصمت يا ابراهيم، أنت لا تعلم سر هذه الآلهة، لا تعلم. يقول ابراهيم يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا اذهب عن وجهي يا ابراهيم اتركني وعبادتي يقول ابراهيم يا أبتِ لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وماذا تملك لي أنت أو إلهك؟ يقول إبراهيم: يا أبتِ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا يقول ابراهيم سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا يا اصدقائي لقد بيت ابراهيم النيه لهدم عقيده الكفر التي يعتقدها اهل تلك البلاد وقرر أن يعطيهم الدرس العملي في أن هذه الآلهة لا تضر ولا تفيد ولا تنفع ولا تشفع ولا تبصر ولا تسمع وقد نوى كشف حقيقة هذه الآلهة التي صمموا على عبادتها ولم تفدهم موعظة ولا برهان. فاقسم ان يلحق الاذى بها ليعرفوا حجم تلك الالهه ويقيم عليها الحجه انها عاجزه وانها لن تكسبهم خيرا ولن تلحق بهم شرا ارجو ان تكون تماثيلي قد نالت رضاك يا ملك ملوك الارض يا ازر انت من اخلص الرجال والعباد للتماثيل انت من تحيي الايمان في قلوب البشر فتماثيلك هذه لها بريق وسحر يجذبني دائما لعبادتها ولهذا انا دائما ابعث اليك لتاتيني بكل جديد فهي تماثيل مباركه صنعتها يد ماهره مؤمنه عابده مخلصه للالهه وساظل يا مولاي في خدمه الالهه وخدمتك طوال عمري ولن يثنيني عن خدمه الهتي سوى الموت الموت فقط من يمنع آزر من عبادة الآلهة. وكانت سارة تتعجب من أمر إبراهيم، فهو دائم الذكر. ولا يكف عن مناجاه ربه مسبحا حامدا شاكرا مصليا حنيفا مسلما وسالته ساره ماذا تفعل يا ابراهيم قال انني اصلي لله فلقد كان دائم الصلاه والعباده قالت ساره من علمك هذا يا ابراهيم قال ابراهيم ان من علمني هو الله الذي علم النحل كيف يبني بيتها وقالت ساره يا ابراهيم من ادراك ان هذا هو الحق قال ابراهيم لماذا ابغي غير الله ربا وهو خالق كل شيء قالت له ساره يا ابراهيم اهو يسمعك قال ابراهيم يعلم سري وجهري ويعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور قالت ساره اني اسلمت مع ابراهيم لرب العالمين وهكذا اصبح ابراهيم وساره مسلمين لله موحدين يخالفان قومهما في عقيدتهم الفاسده أيتها الآلهة أرجعي إبراهيم عما يدور بخلده واشفه مما أحاط به فإنها نار نار مشتعلة ستأكل الجميع لقد ولد لوط يا آزر ولد لوط أصبحت جدا يا آزر لوط حفيدي فلتبارك الآلهة لوطا وليكن من خدامها وعبادها يقدم النذور والقرابين لها هيا يا ام ابراهيم ناخذ لوطا للالهه لتباركه قل للملك النمرود الاورغال كبير الكهنه يخبرك بان ملكك غير مهدد غير مهدد نعم غير مهدد وان ما حدث من توقعات وتنجيم ما هو الا محض اختراعات عقليه وتنبؤات بشريه يا ارغال يا كبير الكهنه ان كلامك هذا سيطمئن الملك النمرود ويجعله يحتفل بالعيد وهو في غايه الامل والسعاده وهذه بعض هدايا الملك النمرود لكم يا كبير الكهنه اشكره على ما قدم، وقل له إنني سآتي بنفسي لحضور احتفالات العيد. أهلا بك يا أوريغالو، يا بشير الخير. من هو الاوريغال يا شيخنا الجليل ماذا كان يفعل وما دوره هو كبير الكهنه ياخذ الاموال من الناس يعدهم باشياء يقفون على بابه ليل نهار يعتقدون فيه انه سيحل كل مشاكلهم وسيسخر لهم الالهه وكان على علاقه قويه بازر تحياتي لك يا كبير الكهنه ازر ماذا جاء بك يا ازر ولدي ولدي ابراهيم يتحدى الالهه ويفسد علينا دين ابائنا واجدادنا اذا فاقتله يا ازر هذا خطر عليك عظيم او اطرده خارج البلاد اقتله الا اجد حلا اخر عندك يا اريغال الم تبحث عن حل عند الهتنا أو أو عند الإله الأعظم مردوخ. يا ويلتي، يا ويلتي، إن لم يرجع إبراهيم عما يدور بعقله، سيشعل البلاد نارا لن تنطفئ أبدا. يا آزر، أنت صديق قديم، ومن المهم أن تعلم أن القادم أسوأ. وأن ما تقوله خطر عليك وعلى ولدك، وأن إلهنا مرضوخ الأعظم لن يقف صامتا أمام ما يفعله إبراهيم، سيصب عليه اللعنات وربما قتله. انك انك لنعم الوزير ما احوال الاوريغالو كبير الكهنه هل اعجبته الهدايا انه يعشق الذهب والفضه والخيلة انه يبلغك شكره وامتنانه يا ملك الملوك ويطمئنك انه سوف ياتي بنفسه ليشارك جلالتك احتفالات العيد، سيكون عيدا عظيما، عيدا تاريخيا، استعرض فيه عظمتي وقوتي أمام العالمين، النمرود لن يموت، النمرود لن يموت، نعم، النمرود ماذا؟ لن يموت. <applause> لقد مرت السنون ولم يظهر ولن يظهر في البلاد من يهدد عرش النمرود، هيا 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 هيا, هيا. احضروا الجواري فأنا فأنا شهيتي مفتوحه، شهيتي مفتوحه للنساء والخمر أجل! آه النساء أجل والخمر النساء والخمر هيا هيا جهزوا للاحتفالات نعم جهزوا للاحتفالات العيد هيا هيا ومن الآن ومن الآن هيا سمعا وطاعة يا ملكنا العظيم سمعا وطاعة يا ملكنا العظيم أيها الإله مردوخ، احفظ لنا لوطا، واجعله عابدا، ساجدا، خادما لك، وتولاه برعايتك، يا إله الآلهة، يا رازقنا وراعينا وحافظنا من كل سوء، احفظ لوطا يا مردوخ. أين لوط؟ إنه مع سارة وإبراهيم. كيف يكون يوم الاحتفاء به؟ ولا يكون في حضرة الآلهة، كيف؟ أنت تعلم يا آزر أن سارة لم تنجب حتى الآن، ولعل لوطا يخفف عنها ما تعانيه هي وإبراهيم من عذاب عدم الإنجاب. يا ولدي يا حبيبي،, حبيبي. كيف, كيف ستعيش, ستعيش بلا سند في, في هذه الحياة؟, الحياة. قلبي, قلبي يحترق عليك, عليك يا إبراهيم، يا سيد الآلهة يا لامعا تتالق في السماء قدمنا لك القرابين والهدايا لكي يكون لوط من عبادك المباركين يقتحم ابراهيم الحفل ويقول لهم اتريدون من الصبي ان يحضر هذا الحفل الاثيم يا قوم اتقوا الله واعبدوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أبتاه يا أماه ماذا تعبدون نعبد أصناما فنظل لها عاكفين أخبروه، أخبروه، أحرقوه ولدي ولدي ماذا استفدتم يا اصحابي مما رويته عليكم عن ابراهيم حتى الان قل يا حسان عرفنا الايمان الفطري الذي بدا على ابراهيم قبل ان ياتيه وحي ربه والشجاعه الزائده وقوه الايمان والثقه بالله نعم يا ابنائي علينا جميعا ان نثق بالله تعالى مهما زادت الشدائد والمحن وألا نخشى في الله لومة لائم كما فعل أبو الأنبياء. ولكن كيف جاءت لسيدنا إبراهيم فكرة هدم الأصنام وتحطيمها؟ قل كل من عند الله. يا سارة لماذا لا تاتون معنا للاحتفال بالعيد فانا مشغوله بعمل الماكل والمشرب والجواري يساعدنني في ذلك سيكون يوما جميلا تعالوا معنا فسوف يحضره الملك النمرود والاوريغالو وسيكون يوما عظيما يشغل الناس فرح وماكل ومشرب واحتفالات ومن الغريب أن إبراهيم قد وافق أمه على الحضور في ذلك اليوم، مما أثار دهشة زوجته سارة، حيث أمرها أن تهيئ لوطًا وتجهزه حتى يشهد ذلك اليوم ويلبي دعوة أم إبراهيم. هي هيا, بتتاربو بتتاربو هيا, هيا, هيا 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 إلى التمثيل إلى الخير وإلى البركة وإلى الفلاح هيا إلى شراء أفضل الآلهة وأنفعها للناس بل آلهتي أنا الأفضل إنها من صنع آذر هيا, هيا هيا إلى المعجزات. هيا إلى الكرامات. هاتي هذا الإله. أعتقد أنه سينفعني فماذا يأكل؟ يأكل الزبد والسمن والعسل والنبيذ يشربه ليل نهار آه, آه لو صدق هذا الإله وأعاد لي زوجتي يا رجل. لا تقل هذا. فالآلهة لا تكذب وزوجاتك هي الكاذبة صدقوا الآلهة صدقوا الآلهة قبل أن تغضب عليكم هيا, هيا مع الآلهة فمن يشتري قبل يوم الزينة والتفرغ للهو واللعب هيا ماذا ياكل مردوخ اله الالهه انه يعشق اللحم ويشرب الخمر بكثره آه في المره <applause> القادمه ساتيه بلحوم طازجه لكن ابراهيم عليه السلام لم يحطم الاصنام الا بعد محاولات كثيره لاقناع قومه بتوحيد الله والكف عن الشرك به وعباده الاصنام من دون الله تعالى صدقت يا سعد وهذه نقطه لم يلتفت اليها كثير من الناس ان ابراهيم كان حليما واواها وصبورا ومع ذلك لم يستجب قومه له في كل المرات التي دعاهم الى توحيد الله وما على الرسول الا البلاغ المبين فلقد نصحهم وارشدهم لكنه مستحب العمى على الهدى يا بني، وهذه آيات تدل على أن إبراهيم لم ييأس، بل حاول كثيرا قبل أن يكسر أصنامهم <applause> العطر يا مولاي. <applause> زيدوني زيدوني ذهبا فوق جسدي، زيدوني لأتزين به. هيا هيا هيا. مولاي. بل الذهب، الذهب هو الذي سيتزين بك يا مولاي. نو, نو, نو يوم زينتي يا وزير، أليس كذلك؟ العالم كله ينتظرك يا مولاي يا الهنا العظيم يا حبيبتي كم من فتاه تزوجت واستمر زواجها سنين بلا انجاب الى ان انجبت فهوني عليك وها هو لوط قد ملا عليكما الايام سعاده وهناء هيا هيا استعدي للاحتفالات هيا هيا يا ساره هل أمي إليَّ يا جارية؟ سمعًا وطاعةً يا سيدتي، سوف يأتي إبراهيم ولدي، وسوف تأتي معه سارة ولوط ليكون يومًا مشهودًا. أتألم كثيرًا، فسيدتي سارة لم تنجب حتى الآن. شت اصمتي، لا تذكريني بأي شيء يفسد مجيء إبراهيم ولدي. هيّا جهّزي معي الطعام، هيّا وطبلكم واكملوا الغناء والرقص والمرح الملك أنا... النمرود ملك الدنيا يبعث لكم بالطعام والشراب آه... كلوا واشربوا وازدادوا لهوا ولعبا <applause> <applause> أنا أنا أمهر صانع تماثيل وآلهة، أريد أن أصنع تمثالا للملك. آه تعال هنا! أتريد أن تشبه النمرود وتصنع له تمثالا؟ لا لا لا،, لا. إنه أعلى وأقوى! تعال إلى السجن والعذاب الأليم! اتركوني! 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 ماذا لو ذهبنا معه؟ إذا لكان مكاننا السجن والتعذيب لقد تدخلت الآلهة لتحمينا من بطش النمرود وجنوده فضل الأصنام علينا كبير واستعد الجميع للذهاب للاحتفال واحضروا القرابين والطعام والشراب للالهه فنظر ابراهيم الى السماء ثم قال لامه اني سقيم ولن استطيع الذهاب معكم وعندما رحل الجميع قال ابراهيم وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين وسمعه بعض الماره وغضبوا مما سمعوا وذهب ابراهيم عليه السلام الى الالهه المزعومه ذهب والناس في غفله في احتفالات ولهو ولعب ذهب ليثبت لهم انهم على الباطل وان الحق ات لا محاله